شكرا للزميل العزيز محمد فؤاد وضيوفه الكرام كابتن طارق محروس وكابتن مجدي ابو المجد اللي امتعونا طبعا بتفاصيل على التحليل في اللقاء الاول وادونا رؤيه للقاء الثاني اللي هيكون ان شاء الله ما بين النادي الاهلي الشياطين الحمر وماجبورج الالماني، واللي بنتمنى التوفيق باذن الله طبعا للنادي الاهلي في الاربعه الكبار ويقدر باذن الله يصل للمباراه النهائيه. ولكن بشكل عام طبعا هيبقى لقاء قوي ما بين النادي الاهلي وماجبورج الالماني حامل اللقب ثلاث نسخ متتاليه. بالمناسبه ماجبورج اول ما دخل وظهر في البطوله لم يخرج بره البطوله او لم يخرج للمركز الثاني. اللي بدأ الدخول ليها في 2021 في المملكة العربية السعودية لما فاز في أول دخول لي أمام برشلونة وحصل على البطولة، ودي كانت بدايته في بطولة العالم للأندية للرجال. النادي الأهلي اللي وصل للمباراة النهائية هنا عندنا في مصرنا في عام 2007 بالتحديد لما حصل على المركز الثاني امام سوداد ريال، وكانت دي المره الاولى للحصول على المركز الثاني واللعب على بطوله العالم للانديه والوصول للمركز الثاني. بنتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، بنتمنى التوفيق ان شاء الله للشياطين الحمر، بنتمنى التوفيق ان شاء الله لكره اليد المصريه وممثلها في هذا اللقاء بالتحديد النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا قدام حضراتكم الاستاذ محمد يحيى لطفي رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للرياضه والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، ومن هنا بحيي طبعا النقل لهذه البطوله القويه بطوله العالم للانديه تحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتمنى التوفيق ان شاء الله لكره اليد باذن الله، نتمنى التوفيق ان شاء الله لممثل كره اليد باذن الله في البطوله النادي الاهلي. كان في الصوره اخوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر وكابتن نور ابو زيد المدير الاداري والدينامو لمنتخب مصر للرجال. نتمنى التوفيق باذن الله، نتمنى التوفيق ان شاء الله لكره اليد المصريه ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي. بشكل عام البطوله طبعا اللي بدات في اول نسخه ليها كانت في النمسا بالتحديد عام 97 في فيينا، وكان اول الفرق اللي فازت بالبطوله هي الفرق الاسبانيه كانتابريا الاسباني، هو اللي حصل على البطوله في الوقت ده في عام 97 بعد ما فاز على درمن النرويجي 30-29، ودوسان كيونغول حصل على المركز الثالث بعد ما فاز على بروك النمساوي 33-27. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكرر الانجاز ويصل للمباراه النهائيه باذن الله في العاصمه الاداريه باذن الله، ويلعب ان شاء الله امام بوسبريم. نتمنى التوفيق، بنتمنى التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي في هذا اللقاء بالتحديد اللي بنتمنى باذن الله انه يكون لصالح النادي الاهلي. عموما بشكل عام زي ما قلت لحضراتكم طبعا مدير الفني للنادي الاهلي الدنماركي ستيفان ماتسن، اداره قدام حضراتكم محمد ابراهيم المدرب العام القادم من الابورج الدنماركي، واللي عارف كويس قوي ماجبورج اللي بيشارك على مستوى الدوري الاوروبي وبعد ما حصل عليه شارك في ابطال اوروبا بالتحديد. نتمنى التوفيق باذن الله للنادي الاهلي ولاعبي. هيبدا الدخول للصاله مع العلم الخاص بالاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي والاتحاد المصري. نتمنى التوفيق ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم طبعا ماجبورج التاريخ الكبير، النادي العريق بالمناسبه ومن الانديه العريقه جدا ماجبورج الالماني، من الانديه كمان اللي وصلت على مستوى الدوري الاوروبي زي ما قلت لحضراتكم، واللي اتاسس عام 1955 بالتحديد. من 69 سنه بدا ماجبورج في التواجد
على مستوى الرياضة بشكل عام وعلى مستوى الأندية بشكل عام. بينزل ماكبرج أو اللاعبين للقاء اليوم. الحارس سيرجي هيرنانديز الأسباني 29 سنة، إيزاك بيريسون رقم 3 السويدي، ماتس موتشي الألماني رقم 6، مانويل ريزيانس السويسري رقم 9، رقم 10 كريست يانسون الأيسلندي، رقم 11 دانيال بيترسون السويدي، رقم 14 أومار ماغنيسون الأيسلندي 27 سنة، رقم 15 أنطونيو سيرتيالا الأسباني الباك الشمال، رقم 21 ألبين ليجرجرين السويدي الباك اليمين، رقم 22 لوكاس مارتينيز الجناح الشمال الألماني، رقم 23 ماغنوس ساكسروب الدنماركي لاعب الدايرة، رقم 24 كريستيان سوليفان النرويجي، رقم 34 ميتشيل ديمغارد السويدي، رقم 54 أوسكار برينكدال السويدي، رقم 80 نيكولا بورتنار السويسري الحارس المميز اللي قدام حضراتكم اللي بينزل للملعب. يقود اللاعبين فنيا المدير الفني الطموح، فين هيروح اللي اقاد المسؤوليه من اربع مواسم لما حصل معهم على الدوري الاوروبي، بينيت فيجر بينو المدير الفني صاحب ال 42 سنه الالماني، ايفيس جرابوس المدرب المساعد، تينوس برانز المدرب الحراس، وتينو مايار العربي لارس ادمان الاداري. بينزل النادي الاهلي ابراهيم المصري، الصخرة المصرية الدفاعية، حميد حارس المرمى رقم 1، نبيل شريف رقم 2، محسن رمضان رقم 5 الباك اليمين، إيهاب عبد العزيز إيهاب رقم 7 الجناح الشمال، أحمد راضي رقم 9 الجناح الشمال، عبد الرحمن عبدو الباك الشمال للنادي الاهلي، سيف هاني صانع الالعاب رقم 13، عبد الرحمن طه حارس المرمى رقم 16، احمد خيري صانع الالعاب رقم 17، عمر سامي رقم 19 الجناح اليمين، 22 محمد صلاح الباك الشمال، لاشين الباك اليمين رقم 55 معاند لاشين، ياسر سيف لاعب الدايرة رقم 72، أحمد عادل لاعب الدايرة المميز جدا دولا رقم 80، يدير كاستيلو الجناح اليمين، عمر كاستيلو الجناح اليمين للنادي الأهلي، اللاعب المميز على مستوى السرعات والمهارات زي ما سمعنا في الاستوديو التحليلي، يدير اللقاء فنيا الجهاز الفني للنادي الاهلي سيفان ماتسان الدنماركي، المدرب العام محمد ابراهيم، فينو لوسير مدرب الحراس، وعمر يوري للاصابات، وهاني النجدي طبعا كابتن هاني النجدي المدير الاداري، ومحمد ابو زيد الاداري، ويرقص الجهاز كابتن ياسر لبيب. بنتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ولاعبي في المباراه المهمه جدا امام ماكبرج، وفين الطموح يروح مع الشياطين الحمر ان شاء الله نتمناها باذن الله للنادي الاهلي. يحكم اللقاء الطاقم الفرنسي الدولي جسمي رؤوف وكريم جسمي الطاقم الفرنسي، ويراقب المباراه فليكس الريتز السويسري، والفرنسي لوران، والارجنتيني توديردو للقاء اليوم. ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يعمل مباراه كبيره باذن الله، ان شاء الله ما فيش مستحيل ابدا. الخليج السعودي عمل مباراه كبيره امام ماكبرج في اول لقاءاته، ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله يفوز على ماكبرج ويصل للمباراه النهائيه. نادي الاهلي طبعا وجهه نظري الفنيه البسيطه جدا، اول لقاء قوي بيلعبوا فيه البطوله، واول لقاء قوي يلعبوا من فتره،
بعد ما جه من رحلته التدريبيه والبطوله الوديه التدريبيه. النهارده النادي الاهلي فاز على كرواتيا زغرب في البطوله دي وحصل على البطوله، ولكن المباراه دي بتختلف تماما شكلا وموضوعا مع فريق قوي ماجبورغ القادم من منافسه شديده جدا في المانيا وفي ابطال اوروبا. نتمنى له التوفيق باذن الله. النادي الاهلي المحطه الثانيه بعد ما لعب المحطه الاولى امام برشلونه يبدا يطلع بالحمل ويبدا يطلع بالشكل في الاحتكاك، بيختلف تماما عن ما يلعب مباراه سهله ويجي يلعب مع ماجبورغ. ان شاء الله بنتمنى التوفيق لنادي الاهلي والشياطين الحر. ماتسن البداية العد التنازلي على بركة الله نبدأ اللقاء، وأنا أتمنى أفضل لداء بين لوزير مدرب الحراس اللي فرق كتير وعمل كتير مع حراسة المرمى بالتحديد، وكان له دور كبير قوي مع حراس منتخب مصر في بطولة العالم سواء الطيار أو كريم هنداوي اللي عملوا شغل كبير جدا. الكرة مع ماجبورغ أو الكرات صانع الالعاب ومارا ماجنسون الايسلندي، تمرير عميز اللاعبين جيزلي يانسون الايسلندي يلعب الكره على الدايره، لكن دفاع من اول ثانيه. ده بيدي رميه جزائيه. المصري بيقول له ازاي رميه جزائيه لو جت في الاعاده تبان، بيقول له دفاع من داخل الستة متر، بس هو ما شاطش الكوره. هنا النقطه المهمه، يعني ما كانش بيعمل خطوره، عشان كده المصري قال له ما شطش الكوره. عمر ماجنسون على ايسلندي 27 سنه، وحميد هو السيد في اول الكرات في اول الثواني. حميد بيدخل اللقاء من اول تصويبه عليه، افضل حراس العالم في بطوله العالم للناشئين اللي حصل مصر فيها على بطوله العالم، واللي حميد حصل فيها على افضل حراس البطوله. يلعب الكرة ياخد رمية حرة، ماجنوس ساكسلوب يلعب الكرة قوية وحميد يتصدى لأمار لتاني الكرات، تروح في الجناح. يلا زيزو عبد العزيز يا أب يفتتح اللقاء من الجناح الشمال بأول الأهداف للنادي الاهلي. مرة تانية يشوت الكرة قوية المرة دي، يوقف الملعب الحكم. واحد واحد، شاط الكرة قوية قوي، هنشوف هل في عقوبة ولا لا. اعتقد في عقوبة. هذه الكرة لو خد الايقاف هيبقى الايقاف على البين ليجري جرين على السويدي الباك، هو اللي دخل مع خيري في الكره اللي فاتت، اداله ايقاف دقيقتين. هو عايزه يقابله بس من غير ما يعمل محكمه. ادي محمد ابراهيم المدرب العام، خبره كبيره جدا مع النادي الاهلي طبعا. واحد واحد التعادل، المرمى خالي للنادي الاهلي. فوكس في الباك شمال، سيف هاني، رمضان باك يمين، يقطع من على الدايره عادل، يلعب الكره عند رمضان، كريستيان سوليفان يقابله، يلعب الكره عند فيصل عايز يعدي لكن ياخد رميه حره، بس انا سابه ورجع على طول خد اللاعب الثاني اوسكار برينج السويدي، مدافع قوي قوي مركز ثلاثه عايز يعدي، يعدي يا ولد يا فوكس كمل 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 عشان ياخد ايقاف دقيقتين. ماجنوس ساكسروب دي النقطه اللي لعب عليها بالتحديد في مباراته مع او مباراته مع الخليج، انه يقفل النص. مره ثانيه فيصل يلعب الكره العادل على الدايره اللي عايز يعدي، يشوط الكره يا دولا، يعمل دريبلايه، يعمل حل حكايه، يجدد لنفسه الفعاليه الهجوميه، بيغير كريستيان سوليفان. لو جت الكره في العاده هو وراه الدفاع عمل ايه؟ خد دريبلايه، لعب بقى بمنطق المهاجم الاوحى، يعني هو ما عندوش حلول غير انه يكون مسؤول ويهاجم الدفاع على طول. مرة تانية تمرير، ياخد رمية حرة مع فيصل، 2-1 لصالح النادي الأهلي.
اهم شيء الرجوع السريع، هو ده بيعمله النادي الاهلي دلوقتي. اهم اللاعبين جيسلي كريستيانسون، اميز اللاعبين لما لعبوا على ابطال اوروبا، والجناح ويحرز، يحرز الهدف من الجناح اليمين طبعا زياد عدديه، استلم الكره ويحرز الهدف ايزاك بيريسون السويدي 23 سنه هداف البطوله بالمناسبه ب 19 هدف قبل هذا اللقاء من 23 تصويبه. بانت فيجا مبسوط طبعا انه بيتعادل بالكره اللي عملها بيريسون. 2-2 زيزو اكتمل النادي الاهلي خلاص، يلعب الكره رمضانا يتصدى الاسباني سيخي هيرنانديز 29 سنه، نسبه تصدياته في البطوله 38%، تصدى ل 21 كره من 56 تصويبه هذا الحارس. مره ثانيه حارس مميز جدا، ياخد رميه حره، عايز فاول مهاجم، فاول مهاجم كويس قوي، الدفاع ده مصري قفل كويس، ينزل على الدائره المصري لسه الهجمه السريعه، طول ما المصري في الملعب الهجمه السريعه، سيف سيف عايز يعدي، يلعب الكوره لعبد الرحمن، تحتير مصري بيحجز له، يسيب الكوره تقاطع الخط الخلفي ما بين الباكين، صانع الالعاب يعمل رميه حره، يغير المصري يغير سيف اعتقد فعلا، ينزل خيري، ينزل عادل على الدائره، يغير اثنين لاعبين، هنا مدى الخطوره، ولكن هو اكيد عامل الاناليسيس بتاعته 100% انه الرجوع ازاي مهم قوي. رمضان يلعب الكره عند خيري، صانع العاب عايز يلعب الكره لدولا، دولا 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 دولا، حلوه الكره يا دولا، حلوه التمرير، الطريقه مش معقوله من خيري للخط الخلفي الخط الامامي، يستلم الكره حلوه قوي من صانع العاب احمد خيري اللي يلعب له الكره رائعه رائعه لعادل على الدايره، عمل مباريات عمره في اخر الاولمبياد كان في المعاد. عادل انتقل من نادي الجيش للنادي الاهلي، تمرير خط خلفي اومار ماجنسون، يلعب الكره مره ثانيه جيزلي، عايز ياخد رميه حره كويس قوي الدفاع ده، فيصل والمصري قافلين مركز ثلاثه صح جدا صح جدا. 5 دقايق 54 ثانيه التقادم للنادي الاهلي، ماجنوس عايز يعدي اومار، يلعب الكره عند اهم اللاعبين، هذا اللاعب جازلي كريستيانسون، جازلي يلعب الكره لكن يقطعها المصري حلو ويروح على مهلك، يجري النادي الاهلي، موجا خماسيه رجع خلاص، ماك بورج يكمل فيصل وياخد رميه جزائيه، قرار قرار صاحب قرار اقول عليك كده باستمرار، ياخد ايقاف دقيقتين وياخد رميه جزائيه، لا الطريق مفتوح هنا الطموح، ياخد معاه المدافع وياخد ايقاف دقيقتين. ماجنوس اكستروب الدنماركي، ماجنوس هايل فيصل، هايل هايل هايل، رميه جزائيه مباراه فرديه، يلا كاستيلو وينجح كاستيلو ويلعب الكره في الزاويه الارضيه من تحت رجل الحارس اخي هيرنانديز، يتقدم للنادي الاهلي كاستيلو، هايل هايل 4-2 لصالح النادي الاهلي، الشياطين الحمر تمرير عايز يعدي، يلعب الكره في اليمين لكن يقف كويس قوي يا خيري، بيعمل معاه دفاع رائع خيري، مره ثانيه عايز لكن بيلعب الكرة على الدائرة، يا ولد يا ولد تغطية دفاعية رائعة رائعة يا خيري، خط عرض دفاعي رائع يقفل المساحة مع مقابلة فيصل للبك، عمر عايز يلعب الكرة على الدائرة، يستلم ياخد رمية جزائية، بياخد رمية جزائية بيوقف الوقت الحكم، بياخد رمية جزائية في الكرة اللي فاتت، مصري بيقول له ما شطش على المرمى، هي نفس الموضوع ولكن هنا بقى في دفع، هنا قرار سليم. عمر
وفي العرضة. حلو المباراة النهاردة، الكرة في العرضة 4-2، لازال التقدم للنادي الأهلي. لعب الكرة قوية قوي على يمين حمايد اللي بدأ المباراة بتصدي رائع لرمية جزائية. أربعة اتنين، 19 17 ثانية يتم المجهود بالظبط. عمر يروح عايز يعدي، يقف كويس قوي قدامه، لكن يتصدى حمايد، ياخد رمية حرة مش رمية جزائية. ليه بقى؟ الاتنين دخلوا مع بعض جوه الستة متر، ما يدلوش هنا بقى الرمية الجزائية. وحمايد راح مع الكرة رائع رائع رائع، يلعب الكرة في يعدي كويس قوي، يتصدى حمايد لكن رمية جزائية. رامية جزائية البين لاجريجرين السويدي الباك اليمين، ياخد رامية جزائية، ثالث الرميات الجزائية لماجبر. اهو خد الكورة راح لها كويس قوي، هايل هايل، يهوش ويحرز المرة دي الهدف، يحرز الهدف على شمال حميد. مانويل رانديز السويسري يقلص الفرق لأربعة ثلاثة. أربعة ثلاثة. عايز يعدي، يلا خيري يلعب كرة حلوة قوي رمضان، يرجع مرة تانية حلوة قوي الكادر ده، بيجاز كويس قوي الفيصل صاحب الشخصية، كرة قوية يا فيصل، يلعب الكرة رائعة من الباك شمال عبده مينادو، يركب الكل وينط يشوط من فوق، الكل عمل الحل عمل الحل، حلوة حلوة رائعة في الإعادة رائعة. التقدم للنادي الاهلي 5-3، 9 دقايق و51 ثانية من احداث الشوط الاول. تمرير خط خلفي عايز يعدي كويس قوي يا فيصل، ياخد رمية حارة مرة تانية، يلعب الكرة عايز يعدي لكن يقف قدامه هايل الدفاع على بيلاجري جرين، تقطع الكرة ويجري فيها، يلا 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 كاستيلو 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 كاستيلو، السرعة روح له الجناح اليمين، يزيد الفارق 6-3 وتروح الكرة رمي الجانب. رائعة يا كاستيلو رائعة، الله البداية حلوة البداية حلوة، إن شاء الله إن شاء الله والنهاية تكون أحلى للشياطين الحمر. حلوة 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 حلوة، هايلة كاستيلو، تالت العالم للشباب، كانت البداية وكان فيها أحد الأسباب. تقطع الكورة يلا كمان مرة، روح كمان مرة، أكد أكد في الهجوم، اعمل اللزوم اعمل اللزوم، شوف كاستيلو شوف يا ولد، كاستيلو يتقدم للنادي الأهلي 7-3، تركيز رائع، هايلة كاستيلو، مسؤول السرعات بالمهارات من الجناح اليمين، يعني العبارات عمر كاستيلو. يا حلو 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 حلو، يتقدم للنادي الاهلي يتقدم للنادي الاهلي، رائع، الجمهور يغير الامور الجمهور يغير الامور، طبعا ما يلتجئش غير للوقت البوستاكت، عايز ياخد وقت طبعا طبعا عشان يعمل حلول بنتفجر، نتابع مع بعض. Okay, und dann gucken wir, ob wir daraus mit Kreuz für Mikro weiterkommen und weiter. Hinten, sie spielen die ganze Zeit. Löwen, 2 gegen 2, Nachlauf von Kreisläufer. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه بينت فيجر، حميد بدا الحكايه من تصدي لرميه جزائيه مهم جدا، دخل اللقاء روح طموح، هو ده الكلام هو ده الكلام تمام التمام. التقدم للنادي الاهلي 7-3 على ماجبورج حامل اللقب الالماني. تمرير خط خلفي
عايز يلعب الكرة كويس قوي الدفاع ده. هيدخل في اختراق. يدي رمية جزائية، رد يا مجازاي. هو مصري مش هيسيب ده، اول ما هياخد اللاعب خطوته وارتقاء جوه الستة متر هيدي الرمية الجزائية. كويس يا مصري، مش مشكلة، نكمل كده مركزين، مهم قوي قوي قوي. يهوش وهارد لك يا حمية، يحرز الهدف مع الويل ريزان السويسري. 24 سنة، احرز 10 اهداف من 12 تصويبة قبل هذا اللقاء. يحرس مانويلا، 7-4 لصالح النادي الاهلي بعد 12 دقيقة 5 ثواني من احداث الشوط الاول. مرة ثانية تمرير خط الخلفي، لكن تروح سهلة للحارس على مهلك، مش هيدي فاول بسهولة. يلعب الكرة مرة ثانية، يجري عمر ماجنيسون يكمل معاه، هتقف السرعة، هيغير الاثنين المدافعين، هيخرج اوسكار برينجدال وكريستيان سوليفان. عمل اربعة، المفروض دي خطوة رابعة. مرة ثانية تمرير، عايز يعدي، يقف قدامه كويس قوي. هايل يا مصري، ارجع خوخ خطوه لورا عشان ما يخترقش من وراك على طول. هايل يا فيصل، يقطع من تحتيه الدايره عشان يشوط الكره قوي قوي. يلعب الكره قويه، حل عالي جدا، يلعب الكره عاليه عاليه. لاعب قوي 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 قوي، ديمجارد 34 سنه، اول اشتراك ليه في البطوله في هذا اللقاء. لاعب مؤثر جدا في الباك الشمال، ميتشيلا ديمجارد. سبعة خمسة، عايز يعدي فيصل لكن ياخد رمية حرة. على مهلك يا فيصل، خد قرارك على مهلك. هايل يا فيصل، خد قرارك على مهلك. بيرجع مرة تانية، هايل يا خيري، لكن ياخد رمية حرة، يعمل معاه رمية حرة. أوسكار برينجدال السويدي مرة تانية، خيري على الدارية، يلا يا دولا يلا يا دولا. لكن قفلوا عليه الدفاع بقوة، قفلوا عليه الدفاع بقوة. هاي العادل 7-5. رمضان يسيب الكورة، تقطع الخط الخلفي. على مهلك، رامي الجانب، إشارة تحذير باللعب السلبي. ثلاث تمريرات، أو بيقول لحضرتك أهو ثلاث تمريرات، بيدي العلامة، الحكم بيوقف في الملعب، بيقول له في مشكلة في الكورة، بيروح يتعامل مع الموقف الحكم. مرة تانية يلعب الكورة تاني، تمريرة خيري، عايز يعدي شوطة، اعتقد في عقوبة، وهنا الوقت يا هنا ياخد ايقاف دقيقتين وخلاص، ما يبقاش في سلبي، بقى اللعب ايجابي. السبب صانع الالعاب خيري، لاعب مميز جدا، ياخد منه ايقاف دقيقتين. اوسكار ياخد ايقاف دقيقتين السويدي. 7-5، زياد عدد دلوقتي للنادي الاهلي. يلعب الكره رمضان، يلعب الكره عند فيصل، عايز يعدي لكن يطلع له خطوه لبره، عايز يعدي. خيري يا ولد يا ولد يا ولد يا خيري، لا احد يحبك خيري، بايده الشمال عشان ياخد الرميه الجزائيه. لو جت الكره في الاعاده، هو عمل اختراق صح، عمل مهارات عشان ياخد الرميه الجزائيه، لازم يشوط الكره، شاط الكره، عمل خطوره، ياخد رميه جزائيه في الصوره. كاستيلو، يلا كاستيلو، اكد يا كاستيلو. 8-5 لصالح النادي الاهلي من الرميه الجزائيه. حلوه كاستيلو، لعب الكره من تحت رجل الحارس، بس خد بالك هرنانديز يعني ده من نوعيات الحراس اللي بيحفظ كويس قوي. مساء الخير هرنانديز، متخصص رميات الجزائيه. كاستيلو يتقدم للنادي الاهلي بفارق 3 اهداف، 3 اهداف. هايل هايل. مرة ثانية تمرير، زيادة على دي، عايز يعدي لكن ياخد رمية حرة. مرمى خالي دلوقتي ل
ماكبر عندهم نقص عددي يكتبله بعد 55 ثانية 15 دقيقة 38 ثانية. عايز يعدي عايز يعدي عمر عمر ماجنسون تقاطع يشوط من بعيد وحائط صد من الحديد. مجدي مجدي يعمل حائط صد في وقته وزمانه ومعاده ومكانه. محمد مجدي 25 سنة. مرة ثانية تمرير خط خلفي يلعب الكرة بالثبات. حمايد عنده مهارات حارس الحراس في بطولة العالم للناشئين. يا ولد في الستار تيم كان في الزمان والمكان لما لعب قدام ألمانيا كان في حتة تانية في حتة تانية مع مجد أبو المجد وحسين زكي في الوقت. تمرير خط خلفي عايز أعدي يلعب الكرة هايل يا ياسر يقف الدفاع مفيش حلول الدفاع مسؤول اقف كمان اقف كمان يشوط وحمايد في الزمان والمكان تروح الكره للنادي الاهلي. على اللقاء والاثاره. المارد الاحمر عامل مهاره 8-5. الجمهور يغير الامور مفيش كلام مفيش كلام. 16 دقيقه 53 ثانيه سيف عايز يعدي يلعب الكره لمجدي اللي شوت الكره مجدي غالي عندي يطلع من اعلى نقطه يشوت الكره 9-5 لصالح النادي الاهلي. كريستيان سوليفان عمر ماجنسون رجع الدفاع اقفل المساحات عايز يلعب الكره على الدايره فاول مهاجم يا مصري الخبره من حديد هنا الجديد ابراهيم المصري ياخد فاول مهاجم بشكل حصري. ابراهيم المصري لو جت الكره في الاعاده كره مهمه قوي كره تدرس تدرس هايل يا ولد الصخره الدفاعيه في العاصمه الاداريه. اوه بص شوف بص شوف مجدي بص بص يتقدم مجدي 9-5. هاني يلعب الكره لمجدي رمضونا يرجع بالكره زيزو قطع من على الدايرة إيجاز لرمضان عايز يعدي مجدي يرجع مرة تانية زيزو عايز يروح زيزو لكن يعدي مجدي لكن ياخد رمية حرة 9-5 لصالح النادي الأهلي. إن شاء الله خير بإذن الله. الشياطين الحمر ياخد رمية حرة فوكس صانع الألعاب الحكم بيوقف الملعب وبيستدعي عامل الملعب في صوره قدام حضراتكم عشان الخطوره على اللاعبين ولكن النادي الاهلي في 18 دقيقه 25 ثانيه بيقول له اربع تمريرات يعني من البدايه 75% الفعاليه النادي الاهلي 45% مكبر. يا ولد يا ولد يا ولد على التمرير خطير 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 فوكس وانت فوكس مرر الكره ايه ده بالذكاء والاداء لعب الكره لدوله ملقط على الدائره هايله هايله. ايه المارد الاحمر بيعمل ايه الشياطين الحمر بيعملوا ايه الله عليه الله عليه اداء اداء عالي من الاهلي طبعا بشكل غالي 10-5. مرة تانية تروح لحميد يعمل هجوم خاطف يلا يا كاستيلو السرعة يا كاستيلو المباراة يا كاستيلو روح حاله روح حاله ثالث العالم في اخر بطولة عالم للشباب لعبها مع طارق محروس كان هو احد الاسباب مع طارق محروس وعن الفخراني خدوا الميدالية البرونزية هنا بيحرز الهدف ال11 في المباراة في العاصمة الادارية وبياخد الوقت المستقطع الثاني ليه بينات فيجر مش لاقي حلول الاهلي بيلعب بشكل حلو وميز على طول ان شاء الله خير. I've been here. Maunus hier. Ja, wir gehen weiter in eine vorbereitete Isolation. Eins und der wie lang oder der wie weit. Guck, was hier geht. Hinten. بينتهي الوقت المستقطع الثاني لبينيت فيجر اللي طلبوا 14 كورة صوبوا من النادي الأهلي أحرز 11 هدف بفعالية 79% 11 كورة
لماك بورج، احرزوا 5 اهداف بفعاليه 45% الى الان في اللقاء. قمه الاداء، قمه الاداء. انطونيو ساد يلا الاسباني، يطلع من على الدايره، يلعب الكره جيزلي كريستيانسون، عايز يعدي، يلعب الكره مره ثانيه، الدفاع رائع، المصري راقب الدايره هايله. مجدي انت والمصري طالع، ياسر سيف ياخد خطوتين بره، يلعب الكره يحرز الهدف، يحرز الهدف بتصويبه قويه. البن ليجري جرين السويدي يحرز الهدف، 32 سنه، يقلص الفرق لخمس اهداف، 11-6 لصالح النادي الاهلي. مباراه حلوه في كل حته، 11-6 النادي الاهلي متقدم على حامل اللقب وبطل ابطال اوروبا. ومجدي يشوط ولكن حائط صد. على مالك يا مجدي، على مالك، ما نستعجلش بناء الهجمه، هم بياخدوا وقتهم في الهجمه وبياخدوا شكلهم في الهجمه. تمرير لماك بيرج، بينت فيجرز بيتكلم هنا، بيعايز يخليه يفتح الملعب على بين ليجري جرين، هو فعلا بيعمل كده، يروح في الباك على طول، عايز يعدي، لكن كويس قوي يا مصري، هايل يا ولد، هايل هايل هايل، بيقف قدامه كويس قوي المصري، يمنعه من الدخول بتغطيه رائعه رائعه رائعه. مرة ثانية يشوط الكرة ويحرز الهدف، لاعب مؤثر جدا من الباك الشمال، عدى كويس قوي، لاعب رائع هذا اللاعب جيزلي كريستيانسون، كان سبب رئيسي في الحصول على ابطال اوروبا مع ماكس بيرج، وحصل على الام اف بي في الفاينل فور في الوقت ده، اهم لاعب. مرة ثانية تمرير 11 النادي الاهلي، 7 ماكس بيرج. تمرير خط خلفي، عايز يعدي، يلعب الكرة يا فوكس، لكن ياخد رمية حرة. الجمهور يغير الأمور، الجمهور يغير الأمور، مفيش كلام. مرة تانية سيبانا ماتسن، لكن تتقطع الكرة، دي بقى الكرات مع الفرق الكبيرة لازم نحافظ على كل كرة، والحمد لله. يا راجل يا راجل، اداله رميه جزائيه عشان دخل جوه الستة متر، بس ما اشتركش مع الكوره، ما اشتركش مع الكوره، لكن ياخد رميه جزائيه. ادى رميه جزائيه، يلا مباراه فرديه، يهوش عبد الرحمن يحرز الهدف، متخصص رميات الجزائيه مانويل، على مين؟ عبد الرحمن طه. حداشر ثمانية، يبقى الوقت طبعا صح كده، سيبان ماتسان يرد بقى بوقت مستقطع، لان الفارق بعد ما كان 11-5 رجع بقى 11-8، احرزوا 3 اهداف متتاليه. قرار صح، نتابع مع بعض هيقول ايه ومحمد ابراهيم هيقول ايه معاه للاعبي النادي الاهلي. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه سيبان ماتسان على الدنماركي، 48 سنة بالتحديد، مواليد 14 عام 1976، من مدينة ماريبو في الدنمارك، يقود النادي الأهلي، النادي العريق اللي تأسس على مستوى كرة اليد، لعبة كرة اليد جوه النادي الأهلي اتأسست عام 1959، وشارك في الدوري المصري منذ بداية الستينات. 11-8 مجد، طالع الدفاع متقدم، ده يقدر يعدي فيه واحد على واحد كويس قوي، يعدي. لسه بقول لحضراتكم واحد على واحد، ده بتاع سيف هاني،
الدفاع ده معمول عشان سيف هاني وخير، يعدي الاثنين. حلو قوي في الدفاع ده، رائع فوكس، رائع. هيشوط كاستيلو الرمية الجزائية، حلو قوي الكادر اللي فات، رائع كاستيلو. يلا يا كاستيلو، بارتنر حاول، ولكن كاستيلو يا ولد، رائع يا ولد. 12-8 يتقدم النادي الاهلي على حامل اللقب وبطل ابطال اوروبا ماجبرج بفارق 4 اهداف. 12-8 12-8 المارد الاحمر الشياطين الحمر. اوه هو هو يلعب الكره على الدايره. لا ما يتسابش الراجل خالص، اللاعب ده ماتيو ساموتشي من اللاعبين اللي عندهم خبره عاليه قوي قوي. الجناح الشمال خبرته عاليه، يعشقوه في ماجبورد، جمهور ماجبورد بالتحديد بيجي يلعب اي كوره. 12-9 مجدي لاشين باك يمين، خد مكان رمضان، يسحب له الملعب، عايز يعدي سيف، يلعب الكره مره ثانيه، قطع زيزو من الجناح، عايز يعدي سيف، يلعب الكره لاشين، لكن هنا في رميه حره، رميه حره، دفاع يقف في الملعب، الحكم البين ليجري جرين دافع مع عادل بقوه، بيقول له دافع عليا بقوه في الكره اللي فاتت. رائع الكادر ده، بيجيب بقى المستوى ده، يقول لك اللاعب بيعمل ايه اهو، بيتكلم ازاي فوكس، هياخد ازاي الكره، يرجع مره ثانيه، يلعب الكره عند لاشين اللي قبله، لكن ما يعملش معاه دفاع. يا ولد ثنائيه، يا ده رائع يا لاشين، يا لاشين، يا لاشين، رائع وسمين، يحرز الهدف مهند لاشين، رائعه رائعه رائعه. الباك اليمين بس ايه، فوكس فوكس ياخد الكره، محمد ابراهيم 100 100، طبعا طبعا ثنائيه رائعه، هات وخد، خد وهات، الكره في الشباك بالمهرج. مره ثانيه عايز يعدي، يلعب الكره، هايل يا مجدي، هايل يا مجدي، يعمل دفاع قوي 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 مع البيلجرين. مره ثانيه اسحب له الملعب، البين عايز يعدي، كريستيانسون، يلا مجدي يقطع الكره، يقطع مجدي الكره، يقدر يجري المصري من اليمين، يجري لاشين، لاشين على مهلك، على مهلك، ترجع الكره تقف الخطوره، صح صح يا مصر، قال له امسك الملعب، صح مظبوط. الجمهور بيحييكوا هنا جوه الصاله وانا كمان معاهم، صحيح، اداء رائع، اداء رائع. بص هنا يا ولد، يا ولد على الثنائيه، بص التمريره حلوه، حلوه قوي الاعاده دي، حلوه قوي، هات وخد، خد وهات. 13-9 لصالح النادي الاهلي، 25 دقيقه 18 ثانيه، عايز يعدي فوكس، يلعب الكوره لاشين، خد قرار تصويب، عداه، عايز يعدي، يلا يا لاشين، يلا يا لاشين، يلا يا لاشين، يا سمين، يا رائع يا رائع يا ابن المصريين، بيعدي، حلوه حلوه حلوه. لاشين يتقدم للنادي الاهلي 14-9، فارق 5 اهداف. علي جرين عايز يعدي، يقف قدامه في الدفاع، يعدي كويس قوي من الباك الشمال مانويلا، يعمل حل هنا السويسري 24 سنه، هو الهداف ورا ماتيو ساموتشي ورا ايزاك بيرسون. ادي الكوره عدى كويس قوي، ما كانش بيخليه يهاجم في الاول، كان بيخليه يلعب الرميات الجزائيه بس بين فيجاس. مره ثانيه تمرير، باقي 4 دقائق الا 14 ثانية على نهاية أول 30 دقيقة. عايز يعدي فيصل، يلعب الكرة، تروح سهلة سهلة سهلة، يعمل هجوم خاطف، وقف قدامه، وقف قدامه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كأنك سمعني يا هاني، رائع رائع. جيري وقف قدامه وعمل معاه فاول تكتيكي مع ماتي سموتشي، عمل دوره الدفاعي، عمل دوره الدفاعي، رائع يا ولد، رائع يا ولد. بدأ مشواره مع كرة اليد من نادي الشمس، ثم انتقل لنادي الأهلي، حصل على ذهبية العالم للناشئين في آخر بطولة حصلنا فيها على أول العالم في مباراتنا أمام ألمانيا، إنما في آخر بطولة حصلنا على رابع العالم بالتحديد في الوقت ده مع وائل عبد العاطي، لما حصلنا على رابع العالم وعدينا من مباراة يعني صعبة جدا جدا جدا، جزر الفارو، عملنا تعادل في اخر ثانيه في الوقت ده. ماتيو سموتشي هيقوم
الى الان التقدم للنادي الاهلي بفارق 4 اهداف في 26 دقيقة 30 ثانية من احداث الشوط الاول. المميز جدا من لاعبي النادي الاهلي اداء ودفاعا وهجوما. 78% الفعالية الهجومية للنادي الاهلي، احرزوا 14 هدف من 18 تصويبة. ماجبورغ الالماني احرزوا 10 اهداف من 16 تصويبة بفعالية 62%. يلا يا اهلي، تمرير خط خلفي، عايز يعدي، يرجع مره ثانيه بالكوره، لاعب مهاري جدا، كويس يا مصري قوي، خد بالك لاعب مهاري جدا اللاعب ده، بيعدي كويس قوي، يرجع مره ثانيه مانويلا البين لجري جرين، يلعب الكوره عايز يشوت، البين البين هايل هايل، ما يشوطش الكوره، رائع كريستيانسون، اقف قدامه لكن ياخد هنشوف الحكم بقى قراره ايه. هو هنا رمى نفسه جوه الستة متر وهيدي ايقاف دقيقتين، هيدي ايقاف دقيقتين لمين؟ هل للمصري ولا للاشين؟ لاشين. هنشوف الكرة في الاعادة، هل دافع عليه بقوة لاشين؟ ياخد ايقاف دقيقتين ناقص عددي، بيخرج لاشين، كويس 30 ترجع وتكمل، هايل رائع رائع. مرة ثانية تمرير، عايز يعدي زيادة عددية، يا ولد يا ولد على التغطية الدفاعية يا كاستيلو، وقف مانويل قبل ما يشوط الكورة برجليه مش بإيديه، اتحرك الأول برجليه، عايز يعدي يلعب الكورة، وحميد هو السيد، يا حميد انت السيد، يا عبد الرحمن سوبرمان سوبرمان عبد الرحمن. 14-10 ان شاء الله خير، عايز يعدي، كويس يا مصري قوي، كويس قوي الدفاع بالرغم من الزياده العدديه. دقيقه 18 ثانيه اكتمل، ما يشوطش، عايز يعدي، عدى في وسط الدفاع، يحرز لاعب مؤثر جدا، لاعب مؤثر جدا مانويل عنده حل. سويسري مانويل زاندر يحرز الهدف، ادي الكرة بتاعت حميد، يا ولد يا ولد يا حميد يا ولد يا حميد، ان شاء الله خير باذن الله. نقص عددي استغلوه كويس في الكرة اللي فاتت، يكتمل النادي الاهلي بعد 43 ثانية، خد وقتك، المرمى خالي، يلعب الكرة لعبد الرحمن، يرد الكرة، يلا يا دولا، حلوة الكرة، حلوة الطريقة، مش معقولة يا دولا يا دولا، يتقدم النادي الأهلي 15-11، هايل يا عادل، هايل يا ولد، هايل، أداء رائع، أداء رائع، 15-11 لصالح النادي الأهلي، يلعب الكرة على الدايرة، ياخد رمية جزائية، كويس إنه نزل، ليه كويس؟ الكرة ما دخلتش، ما حسبهاش الحكم هدف، ممكن تتصد، وما عندناش ايقاف دقيقتين تاني خدناه، فبالتالي ما عندناش غير ان نحاول نجيب الكرة بقى، نصد الكرة، ادي الكرة اهو على الدايرة، هو كان عايز يحسب هدف، لانه انا بقى نزل بالكرة، قال له نزلت جوه 6 متر، عشان كده ما رضيش يديله الهدف. نزل عبد الرحمن طه يهوش ويحرز الهدف. مانويلا اللاعب الاميس في اللقاء في ماجبرج الى الان، الباك الشمال ومتخصص التصويبات للرميات الجزائيه، مانويلا زينب خمستاشر 12 لصالح النادي الاهلي، اخر نص دقيقه في الشوط الاول، حافظ على الكوره وانهي الخطوره في اخر ثانيه، على مهلك خيري، ياخد الكوره، يلعب الكوره رمضان، تروح على مهلك، على مهلك، تروح لماجبر، مهم قوي ان هم ما يجيبوش هدف في اخر ثواني، مهم قوي، هيلعب بزياده عدديه دلوقتي، هيخرج الحارس، هيلعب بزياده عدديه على طول اوتوماتيك، عايز يعدي شوط، يا سلام يا حميد، يا تصدى حميد الكوره، باقي 5 ثواني يلعب الكوره، هيشوط بالثبات، يا ولد يا حميد، انت السيد انت
السيد عبد الرحمن سوبرمان يتصدى للكرة الأخيرة من السبات وينتهي الشوط الأول بفرق 3. مباراة بيعملها النادي الأهلي قوية ومش ببساطة أمام ماكبرج في أول 30 دقيقة ينتقلوا صالح النادي الأهلي للوصول إن شاء الله إن شاء الله للمباراة النهائية. نطير سريعا إلى استوديو التحليلي والزملاء الأعزاء كابتن محمد فؤاد، كابتن طارق محروس، كابتن مجدي أبو المجد للتحليل والتفاصيل، فإليك الكلمة عزيزي محمد. شكرا للزملاء الاعزاء كابتن محمد فؤاد، كابتن طارق محروس، كابتن مجدي ابو المجد. وهاخد منكم حاجه مهمه جدا، كل كوره ليها ثمن. في ال 30 دقيقه القادمه ان شاء الله كل كوره ليها ثمن، اول 10 دقائق لازم باذن الله وحده زي ما بدا النادي الاهلي، بدايه اللقاء الحماس، الدفاع بقوه ودون نزول يعني 5 ولا 10% من عدم التركيز، مهم قوي. ليه؟ احنا باللاعب حامل اللقب ليس فقط وكمان ابطال اوروبا ليس فقط وكمان برونز ليجا، يعني فرقه كبيره. الفرقه الكبيره كل كوره لازم يلعبها النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون مؤثره وخطيره باذن الله ان شاء الله. بينيت فيجا يحاول بقى يتكلم مع الحكام، ومش هو لاقي الحلول مش عند اللعيبه، هيبتدي يهز شويه الحكام، ولكن دول حكمين دوليين الطاقم الفرنسي ده خوان جاسمي، لا يعني اعتقد ان شاء الله خير باذن الله. عموما في الشوط الاول خوان كارلوس باستور قدام حضراتكم بيحضر لقاء المدير الفني كابتن نور ابو زيد المدير الاداري لمنتخب مصر للرجال، اتمنى التوفيق ان شاء الله. النادي الاهلي نهى الشوط الاول 15-12 لصالحه بفارق 3 اهداف بفعاليه 79%، احرزوا 15 هدف من 19 تصويبه. ماكبرج الالماني احرز 12 هدف من 20 تصويبه بفعاليه 60%. الشوط الاول عادل احرز 4 اهداف من 4 تصويبات بفعاليه 100%. كاستيلو احرز 6 اهداف من 6 تصويبات بفعاليه 100%. محمد مجدي احرز هدف من تصويبتين بفعاليه 50%. لاشين احرز هدفين من تصويبتين بفعاليه 100%. وفيصل احرز هدف من تصويبتين بفعاليه 50%. اما ماكبرج جيسلي كريستيانسون احرز هدف من تصويبه بفعاليه 100%. الابين لانجري جرين احرز هدفين من 5 تصويبات. بيترسون هدف من 3. ومانويل 6 اهداف من 6 تصويبات. واهم اللاعبين في وجهه نظري هو مانويل، هو لازم ده اللي يقف الباك الشمال بالتحديد. ان شاء الله خير باذن الله، تكمل المباراه على خير باذن الله. رائع الكادر ده، ياخد معاه الدفاع هايل، تقاطع لكن بيطلع يقابله لغايه بره، لغايه بره، يرجع مره ثانيه، يروح عايز يعدي، ياخد رميه حره. بص حضراتكم بينيت فيجر هيبدا يهاجم النادي الاهلي على ال9 متر، اللقطه اللي فاتت تقول كده. هنا بقى يتحرك دور الدايره والاختراق، فيصل عايز يعدي، ياخد رميه حره، ياسر سيف تحتيه. مهم الكرة دي قوي. خيري خيري يلعب الكرة ياسر، لكن فاول مهاجم جت في رجل ياسر. اهم 10 دقايق، ال 10 دقايق دول اول دقيقة وسبع ثواني عدوا منه. مرة ثانية تمرير عايز يعدي، يلعب الكرة من الباك للباك، وقف قدامه هايل هايل محسن رمضان، هايل محسن رمضان بيغير 2 لاعبين وده مهم جدا. عايز يعدي، ياخد رمية حرة كويس قوي كويس قوي، هو عايز طبعا يجري على النادي الاهلي وهم يعني قافلين له ده كويس قوي. هايل يا رجالة، عايز يعدي، هيشوط الكورة كويس، هيشوط هيشوط هيشوط. مانويل اومار جيسلي جيسلي ياخد رمية جزائية، جيسلي كريستيانسون هو داخل ياخد رمية جزائية، هو داخل ياخد رمية جزائية وخد الرميه الجزائيه بالفعل. رميه جزائيه
الرحمن عبد الرحمن. يا حميد انت السيد، انت السيد يا حميد. قلتها لك في بطولة العالم للناشئين وبقولها لك النهارده. ايه الجراند كار ده؟ ايه الريفلكس العالي ده يا ولد يا ولد يا ولد؟ هايل 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 هايل. يتصدى للكرة، رائع رائع رائع. مرة تانية تمرير خيري، عايز يعدي يا ولد. يلا يا ياسر يا ياسر يا ياسر ياسر ياسر، بحبك من الآخر. رائع يا ولد. يحرز الهدف 16-12 لصالح النادي الأهلي. هايل. بيجري ماك بورج، يغير كريستيان سوليفان، يغير أوسكار برينجدال. هايل هايل هايل. رائع الدفاع، رائع الهجوم. هايل يا حميد. الحارس عايز يعدي. مانويلا تحتيه الدايره، كويس قوي. اقفل الدايره، اقفل اقفل. اه عدى عدى خلاص، مش هيقدر يلحق. يحاول ياخد القبضتين، لو حاول يكمل معاه ياخد القبضتين على طول لو لمسها. يحرز مانويل، هو اميز اللاعبين. بيعمل ايه ماك بيرج دلوقتي؟ بيغير اتجاه الكوره مع سرعه الضغطه، فيغير اتجاه الملعب فيبقى فيه مساحه. بص بص يا سعيد قوي، سعيد قوي بينيت فيجرت. مرة تانية تمرير، يلا يا فيصل. لكن ياخد رمية حرة، فيصل ياخد رمية حرة. رجع مرة تانية هرنانديز في المرمى، بيقطع من الجناح كاستيلو. عايز تتقطع، كويس قوي يا خيري. يلم الكرة تاني خيري. هايل يا خيري، هايل يا خيري. مهمة الكرة دي جدا. مرة تانية عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة قوي الخيري، اللي يسيب الكرة لفين. فاول مهاجم، فاول مهاجم، مش هدف. ينقل الكرة وتروح في الجناح. ما تسموتش. يحرز، يحرز الهدف، يقلص الفرق الهدفين، يقلص الفارق. اهو قدام حضراتكم ماتيوس موتشي اللي اتصاب في الشوط الاول، رجع يبدا من الشوط الثاني في الجناح الشمال. مهم قوي، مهم قوي ال 10 دقائق، مهم قوي. تمرير خط خلفي، لكن اداء رائع من النادي الاهلي، اداء رائع من النادي الاهلي. يطلع فيصل، يلعب الكره لخيري، اللي عايز يعدي. خيري 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 خيري، لا احد يحبك غيري يا خيري. بيعدي كويس قوي خيري، ويحرز الهدف ويتقدم للنادي الاهلي بفارق 3 اهداف 17-14. لا زال عايز يعدي كريستيان سوليفان، هيغير. مانويل يلعب الكوره تحت الدايره، عايز يلعب الكوره بخطوره. تروح في الجناح، سيبه سيبه. اوعى عليك، بقول لك سيبه. عندنا حميد، يا حميد يا حميد، سوبر مان سوبر مان في الوقت والمكان في العاصمة الإدارية. أداء بفاعلية يا ولد يا ولد يا ولد، يا رائع يا حارس الحراس. يتصدى للكرة، حلوة حلوة حلوة، بتلهبنا الحماس. مرة تانية عايز يعدي. على مالك رمضان، يلعب الكرة عند فيصل خير، عايز يعدي واحد على واحد، لكن ياخد رميه حره. يرجع مره ثانيه. يا ولد يا ولد يا ولد يا رمضان، كره قويه ومضمونه. ثالث العالم للشباب، كنت فيها احد الاسباب. رمضان رمضان محسن رمضان. يا قدام حضراتكم في الصورة أستاذ محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. احتفالية كبيرة، احتفالية كبيرة في العاصمة الإدارية. مفيش كلام، مفيش كلام. ويا يعدي، مش مشكلة. لازم لازم هيبقى في أخطاء، لازم يبقى في إجابة، ولكن نكمل كده، نكمل كده. ال 10 دقايق عدى منهم 6 دقايق 57 ثانية. كل 10 دقايق ان شاء الله نتمنى الاداء رايق للشياطين الحمر، ان شاء الله يغيروا الامر. يحرز الهدف
عمر ماجنسون على ايسلندي، لاعب مؤثر قوي، 27 سنه هذا اللاعب. مره ثانيه يلعب الكره لخيري اللي يعدي خيري 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 صانع الالعاب الخادم من دينامو بوخارست. بقى في زياده، يا ولد اعتقد هيبقى في عقوبه، هيبقى في عقوبه. ياسر سيف ليه؟ لو جت الكره في الاعاده من اولها مهمه قوي الكره، مش مهم ان احنا نستعجل نقطع الكوره، المهم ان احنا نمنع الخطوره، ده العنوان للكوره. طلع عمل عايز يقطع الكوره، بقى في زياده، زيزو طلع، ياسر ما عندوش علاج غير انه يقلع يعني يمنع الكوره كده برجله. زياده عدديه 19 15 نقص عدد للنادي الاهلي. عايز يعدي يرجع بالكوره، هايل. بقى في زياده، عدى خلاص اومار ماجنسون. بقى في زياده، قلت لحضراتكم هم اصلا وقت الاهلي كامل بيعملوا ارتداد الكره بسرعه جدا في الضغطه السريعه عشان يعمل ايه؟ يعمل الثغره دي. دلوقتي بقى في نقص عددي، فيعملها طبعا مع امكانيات لاعبين بفنيات، يعدي ويحرز الهدف. اومار ماجنسون يقلص الفارق 19 16 يكتمل النادي الاهلي بعد دقيقه و15 ثانيه. نلعب في 8 دقايق 20 ثانية من أحداث الشوط الثاني واللقاء. الأربعة الكبار. مرة ثانية رامادونا عايز يعدي، يقف قدامه الدفاع، عادل مش عارف يعدي من الدفاع، بيقول الحكم بيحجزني. يعدي خيري، ياخد رمية حرة، إشارة تحذير باللعب السلبي. إشارة تحذير باللعب السلبي. يرجع مرة ثانية خيري، خيري عايز يلعب الكورة أو يجهز لفيصل، يجهز لفيصل اللي عايز يعدي فيصل، لكن ياخد رمية حرة، بيطلع يقابله، يعمل معاه ماجنوس ساكس روب رمية حرة، بيقول له العب الكورة من مكانها. لازم تتشاط، هيلعب. قال له مع الصفارة، قال له مع الصفارة، صح. قفلوا بقى خط التمرير. المصري نزل ليه؟ عشان يرجع يدافع، ياخد قرار تصويب من بعيد. القائم ارض لك، ارض لك يا عبده. 19 16 الجمهور صوته غير الامور، سامعينه من هنا، متابعينه من هنا. تمرير عايز اعدي جاس لكريستيانسون، وياخد رميه جزائيه. مهارته دايما يلعبها للرميات الجزائيه، اهو قدام حضراتكم صوره بألف صوره. ياخد رمية جزائية، هيشوط، يلا يا حميد، لكن يحرز المرة دي الهدف. 19 17 المتخصص مانويلا السويسري يحرز الهدف. هو في الشوط الأول أحرز 6 أهداف لأنه بيشوط الكرات وفي نفس الوقت بيلعب الرميات الجزائية. تسع دقايق 52 ثانية من احداث الشوط الثاني واللقاء. بشكل عام 40 دقيقة 10 ثواني تمرير. خط خلفي خير، جهاز كويس قوي. نبيل شريف اللي خد المسؤولية دلوقتي في الباك الشمال، حاسب رامادونا، حاسب طلع له ماتيس موتشي، لكن يعمل معاه رمية حرة. بدأ، خدوا بال حضراتكم، بدأ يطلع يقابل على التسعة متر. هنا بقى واحد على واحد مؤثرة جدا. يلا يعدي يا نبيل، ياه، لكن ياخد رمية حرة. عدي يا نبيل، نبيل عنده النوع ده، يقدر يعدي، يقدر يمر ويغير الامر. الحكم بيوقف الملعب. سيبان ماسان بيتكلم مع الحكم. الى الان التقدم للنادي الاهلي بعد 10 دقائق 26 ثانيه من احداث الشوط الثاني واللقاء. 40 دقيقه 27 ثانيه بشكل عام. التقدم للنادي الاهلي 19 17 بفعاليه 84% ل 61% لماكبود. مرة تانية رمضان يلعب الكورة، خيري، سيف واقف تحتيه اثنين، عايز يعدي، نبيل شريف عايز يضيف، يلعب لرمضان، يشوط الكورة. رمضان 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 خوايا ومقبولة من رمضان. 20 17 لصالح النادي الأهلي. يلا يا أهلي، يلا يا أهلي، فرق ثلاث أهداف.
لصالح النادي الاهلي. ادي الكره في الاعاده يلعبها حلوه قوي نبيل، وهايل هايل هايل يروح مع هرنانديز، ولكن غير الزاويه بيلعب الكره. بورتنر نزل دلوقتي الحارس مكان سخي، يلعب الكره لايمانويل، هتروح في الجناح كويس قوي التغطيه الدفاعيه زيزو. هايل عبد العزيز هاب ما يشوطش من الثبات، وقف قدامه يا مصري ما يشوطش، ده ما يشوطش مانويل، تروح في حائط صد، هنا الحل، الدفاع مسؤول، والاهلي النهارده حلو على طول على طول على طول. مره ثانيه خيري يلعب الكره عند نبيل، خيري عايز يعدي يلعب الكره لياسر، ياخد رميه حره على مالك يا خيري. 11 دقيقة 43 ثانية من أحداث الشوط الثاني. أدي الكورة حاول عليها ياسر سيف، لكن ياخد رمية حرة ياسر سيف. نزل فوكس تمرير سيف هاني، نبيل يلعب الكورة عايز يعدي نبيل، قلت لحضراتكم ميس باص بورتنر، مهمة الكورة دي، اقفل الدفاع عايز يعدي شوط كريستيان سوليفان. مرة الكرة حلوة قوية، كل كرة لازم اقول فيها محتاجين كل كرة، محتاجين كل كرة. مرر له الكرة كريستيان سوليفان بخبرة لوحده خالص، لا هدية، يحرز الهدف الدنماركي من على الدايرة. ماجنون ساكسروب الدنماركي 28 سنة احرز هدفين من 3 تصويبات قبل هذا اللقاء في البطولة، وبياخد الوقت المستقطع ستيفان ماتسن عشان يدي التعليمات بعد 12 دقيقة 43 ثانية من أحداث الشوط الثاني واللقاء. نتابع مع بعض هيقول إيه ومحمد إبراهيم هيقول إيه للاعبي النادي الأهلي، نتابع مع بعض. Wenn sie tief sind, sie sollen passübergreifend, dass wir Matze in diese eine Situation bringen und der Ball abfangen, dass wir den Kreisläufer hinter sich halten. Let's play again, just challenge him a couple of times and move, go for the one against one. You see, his right side, okay. And again, back to two against two, okay. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه سيفان ماتسان المدير الفني الدنماركي للنادي الاهلي. عايز واحد على واحد وبعدين تلعب بالكوره وتتكلم معاه ويجي معاه في نفس الخط بتاعه فيصل. هنتابع مع بعض نشوف مع بعض. 48 سنه ماتسان القادم من الابورج، مرة تانية عايز يعدي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا 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 راجل، قبضتين يا هايل هايل والله يا سيف هايل سيف هاني. هو عايز رمية جزائية، هو عايز رمية جزائية، لكن ادى ايقاف دقيقتين. سيف هاني في الدفاع ده يقدر يعدي بخصوصا نص الدايرة. اوسكار برينجدال بيدافع فيها دلوقتي، هو كريستيان سوليفان زياد عدالي نادي الاهلي على مهلك. رمضان ياخد ارتقاء تصويب يلعب لفيصل، عندي فوكس لفيصل، رمضان اللي راح في الباك الشمال نزل على الدايره يعدي هنا وياخد رميه جزائيه. يا ولد بياخد صاحب القرار، دايما اقول عليه كده باستمرار، فيصل عبده ياخد رميه جزائيه، يعمل حل فردي في عدم التغطيه الدفاعيه عشان يضمن الكوره، يشوط الكرة بفعله. هايل يا ولد هايل يا ولد. يلا كاستيلو بورتنر وكاستيلو، مباراة فردية. ينجح، معلش يا كاستيلو، خير ان شاء الله خير. بورتنر يتصدى للكرة، الحارس نيكولا بورتنر السويسري 30 سنة تصدى في البطولة لثمان تصديات من 22 تصويب عليه بفعالية 36%. عايز يدخل يحرز الهدف، يحرز رغم من نقص العدد، لكن عمل جملة تكتيكية
دخل هنا الراجل ده جيسلي كريستيانسون. هنا بقى اللعيبه دي لازم نبقى عارفين قوتهم الفعليه الاساسيه نهايه المباراه مش بدايه. ان شاء الله خير باذن الله. رمضان مهمه جدا يلعب الكوره. ايوه يا دولا، ايوه يا دولا يا راجل، رميه جزائيه ياخد رميه حره مره تانية. عندهم نقص عددي على مالك. يلعب الكره لفوكس اللي يقدر يلعب الكره في الجناح ويحرز الهدف. زيزو الطائر يحرز الهدف من الجناح الشمال. بدا المشوار من سموحه في اسكندريه، من المريه، من الاطرابها زعفراني. يلعب الكره من الجناح الشمال، ان شاء الله الاداء يكمل عال العال. الشياطين الحمر يتقدم على ماك بيرج بفرق هدفين النادي الاهلي 21-19. فرق هدفين مهمه كانت قوي الكره دي قبل ما يكتملوا. يجهز مانويل يروح على مركز صانع العاب. جيسلي كريستيانسون لاعب مؤثر جدا. عمر راقب الدايره، هايل يا مصري، خد بالك في زياده تحتيك، عايز اعدي، هايل يلعب الكوره ماتيوس موتشي يحرز الهدف، يحرز الهدف في الجناح الشمال. صاحب الخبرات ماتيوس موتشي 32 سنه اهو قدام حضراتكم، استلم الكوره، لعب مع منتخب المانيا من 2011، من مع ماجدبرج من 2011، لعب 44 مباراه دوليه. هذا اللاعب ماتيوس موتشي 32 سنه. مره ثانيه يا ولد، يتصدى الحارس بورتنر السويسري. 21-20، 16 دقيقه وثواني من احداث الشوط الثاني، التقدم للنادي الاهلي. يلا يا رجاله الدفاع مهم قوي، عايز يعدي يلعب الكره على الدائره تروح لكن ياخد رميه حره. جيسلي كريستيانسون، جيسلي كريستيانسون هو السبب في ان هم خدوا ابطال اوروبا. هذا اللاعب، هذا اللاعب الام في ساعتها، اهم لاعب ساعتها اللي معاه الكوره، عايز يعدي ويتسقط. يا رميه جزائيه وايقاف دقيقتين بدون يعني، اداله ايقاف دقيقتين عشان بيقول له ما عملتش حاجه. اداله ايقاف دقيقتين. يلا يا حمايد صد لنا الكوره دي، ولا عبد الرحمن طه. ادي الكوره دي مهمه قوي. عد لك اداء رائع من النادي الاهلي حقيقي، يهوش. اوه سوبرمان، 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 سوبرمان. حمايد انت السيد، انت السيد يا حمايد، مش معقول. حمايد عمل حلول. يلا يا اهلي، يلا يا مارد، يلا يا شياطين الحمر، غيروا الامر، غيروا الامر. هايل يا ولد، هايل يا ولد. 21-20، 16 دقيقة، 17 دقيقة بالتمام والكمال. عايز يعدي يشد لكن ما فيهاش حاجة، ما ادالوش رمية جزائية. هو عارف بقى خلاص انه عايز اخد كل كورة، يرمي نفسه جوه 6 متر. المرة دي ما ادالوش الرمية الجزائية، وبيقول له الكورة حمايد، يوقف الوقت الحكم. هايل يا حميد، هايل يا حميد. رمية جزائية. لو تجيب لنا الرمية الجزائية. لو تجيب لنا الرمية الجزائية. مش ممكن. كورة مهمة، مهمة جدا، وفي وقتها تماما، تماما. هيخرج حميد. ليه؟ عشان النادي الاهلي عنده ايقاف دقيقتين اللي خدهم عبد العزيز اياب. هيكتملوا بعد دقيقة و20 ثانية النادي الاهلي. على مالك يا فوكس. تمرير يفتح الملعب لفيصل، بيجاز في الخط الخلفي ما بين الباكين وصانع الالعاب. يلعب الكرة لعبد الرحمن، تحتيه عادل. يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان. رجع خلاص حميد. يا ولد يا رمضان، يا ولد على التصويبة. خطأ تغيير، خطأ تغيير. الحماس، هادي رمضان شاط الكرة لكن في خطأ تغيير في الكرة اللي فاتت. هايل محسن رمضان يحرز الهدف
للنادي الاهلي 22 20. النادي الاهلي عنده نقص عددي، لو بقى في نقص عددي تاني هيبقى زياده 2 لاعبين على دفاع النادي الاهلي، يكتمل اول لاعب بعد 53 سنه زي ما قلت لحضرتك. استفيد، عاجبني قوي 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 اللي عمله دلوقتي شيفان ماتسن، قال لهم بالراحه يعني، وبيشاور لهم كده بالتركيز يعني، بيشاور على عقله على مهلكه. مرة تانية مانويل، مانويل إن شاء الله خير، عايز يعدي أومار، زيادة عددية، مانويل هايل غطي، هايل هايل الروح، هايل الطموح، هيعدي ياها، لكن يحرز 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 الهدف مانويل، هدف اللقاء لماكبورغ في اللقاء إلى الآن، يحرز الهدف مانويل، هو اللي عنده الحلول في الباك الشمال وفي مركز صانع العاب بالتحديد لما بيغيروا المراكز، هو كمان اللي بيلعب الرميات الجزائيه. 22 21 يكتمل اول لاعب للنادي الاهلي بعد 8 ثواني. رمضان فوكس، عمر سامي بيقطع من الجناح، ينزل مره ثانيه، نزل عادل، اكتملنا لاعب، يكتمل النادي الاهلي اللاعب الثاني بعد دقيقه وسنتين. ياه، وتروح لمجدول، وتروح لمجدول، يرجع خلاص حميد. 22 21 يا رب لصالح النادي الاهلي. تمرير خط خلفي، ماجنسون عايز يعدي لكن يتصدى له يا حميد يا ولد، ياخد رميه حره، عايز ياخد رميه جزائيه. مرة تانية بقى 25 ثانية ويكتمل، هنا بقى رمية جزائية وممكن يديله إيقاف دقيقتين، وممكن يديله إيقاف دقيقتين للمصري. هي دي بقى النقطة المهمة، معدلات البدنية هتفرق كتير قوي. إيقاف دقيقتين، إيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري، خلاص ما إداك الإيقاف دقيقتين عشان طبعا ممكن يعمل أي حاجة تانية غير كده هيتعبنا. هو على طول راح ادى الايقاف الدقيقتين. معلش يا مصري، ان شاء الله تكمل على خير باذن الله. هينقص النادي الاهلي لاعب تاني، يعني هيبقى عنده نقص عددي لاعب يكتمل بعد 21 ثانيه، واللاعب التاني ينزل بعد دقيقتين. ماتش موتش حميد، الرميه الجزائيه، ياها، هارد لك هارد لك. التعادل، اول تعادل لماكبورغ مع النادي الاهلي. 22 22 لف الكورة إن شاء الله خير. ينزل لاعب كده، المرمى خالي للنادي الأهلي، نزل كاستيلو، يقطع زيزو من الجناح الشمال، يلعب الكورة رمضانة، يجهز في الخط الخلفي على مهلك سيف عبد الرحمن، عايز يعدي لكن ياخد رمية حرة، كان تحتيه عادل بس قراره كان صح، لان ممكن تتقطع كوره من الاثنين المدافعين. عايز عدي سيف، يلعب الكوره حلوه يا بورتنر، ما ادالوش رميه حره، ما ادالوش رميه حره. زياده عدديه لماكبورغ، مهمه قوي الكوره دي تخلص ان شاء الله بدون هدف يا رب، بدون هدف يا رب. عايز عدي ايمانويل، يا راجل، لكن ما اداش فاول مهاجم، يرجع مره ثانيه على البين، يلعب الكوره، ياخد رميه حره كويس قوي. 35 ثانيه وتكمل النادي الاهلي، يا رب اديها كوره ان شاء الله، مفيش خطوره. عايز اعدي، يعدي الكوره في الجناح لماكس موتشي، يحرز اول تقدم ماتيوس موتشي. طبعا نقص العدد ورا بعض، النادي الاهلي لعب ينقصوا اثنين لاعبين ولاعب بزياده عدديه لماكبورغ، فريق كبير قوي، قدروا ان هم يعدلوا الاوضاع، يتقدموا بفارق هدف. 21 دقيقه 25 ثانيه من احداث الشوط الثاني واللقاء، وبياخد شيفان ماتسانا الوقت المستقطع عشان يدي التعليمات للاعبي النادي الاهلي في وقته ومعاده. في وجهه نظري، نتابع مع بعض واحول رايي لحضراتكم ليه.
French. You're letting this side. You will come. I will. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه سيفان ماتسان. انا وجهه نظري بعد ما تقدم ماكبرت لسه دقايق، لسه قدامه 7-8 دقايق، مش عايز الحاله اللي كان ماشي بيها النادي الاهلي تختلف، وبالتالي لازم يتكلم مع اللاعبين في الوقت ده عشان ما يطلعوش بره اطار المباراه، يعني هو ما يسيبهمش لغايه نهايه المباراه عشان ياخدوا الوقت المستقطع التاني. لا لا لا، هو خده وجهه نظري صح قوي، صح قوي. مره ثانيه فيصل يلعب الكرة عند خيري اللي عايز يعدي، يعمل معاه رميه حره، ياسر سيف تحتيه، يلعب الكرة مره ثانيه لفيصل اللي يلعب الكرة. الحمد لله الحمد لله، على مهلنا على مهلنا. 23-22، مهم التغيير، يفرق كتير. هنعمل زيادة، هنعمل عودة، مش هنلحق، هتبقى الكرة مشكلة. الحمد لله خرج بره، الحمد لله. مرة تانية بنلعب بزيادة على دلوقتي، 7 لاعبين، النادي الأهلي بيلعب 7 لاعبين، مفيش حارس عشان يفتح دفاع 6-0. أو يخترق الدفاعات، عايز يعدي فيصل بالمهارات وياخد رمية جزائية وينهي العبارات. هايل يا فيصل، هايل هايل هايل. غير الطريقة سيفان ماتسان الهجومية تماما، بيلعب دلوقتي من غير حارس، يلزم ماكبورغ بعدم مقابلة الخط الخلفي ويفتح ثغرات. يلا كاستيلو، نيكولا بورتنارا، مباراة فردية، كاستيلو بورتنارا، تاني الرميات، يتصدى لتاني الرميات الجزائية المؤثرة جدا. ادي الكرة تحت رجله، اضمن كتير اضمن كتير، حارس عنده خبرة عالية قوي واستعانوا بيه في ابطال اوروبا. مرة تانية تمرير، جيسلي كريستيانسون كان عايز يعدي، يقف قدامه ياسر، ان شاء الله خير. 23:40 من احداث الشوط الثاني واللقاء، عايز يعدي، طالع لبره جيسلي، عايز يلعب الكرة على الدائرة او يمر، هايل، رجع الدفاع كويس قوي، عايز يمر مره ثانيه، عايز يشوف من بعيد، لكن يا ايقاف دقيقتين. الكره الفرديه طبعا بالخبره والمخزون البدني هيفرق كتير قوي مع النادي الاهلي دلوقتي. رميه حره مش رميه جزائيه، هو طلع يعمل معاه بلوك، عدى منه، ما عندوش علاج ثاني. طبعا بين فيجا بينو مش مصدق، لا ادى الرميه الجزائيه، ادى رميه جزائيه. مصري قالوا انت ما حسبتش الرميه الجزائيه في الاول، لكن ادى رميه جزائيه. ماتيوس موتشي قميص يا رب، لكن يحرز الهدف ماتيوس موتشي، يتقدم لماكبورغ 24-22 24-22. لسه كتير ان شاء الله خير باذن الله. اهم شيء اللاعبين ما يخرجوش عن التركيز، هو ده الاهم. نقص عددي النادي الاهلي، نقص في الشوط الاول كتير، هو ده الشوط الثاني كتير ورا بعض، واثنين لاعبين ده اللي عمل المشكله الاكبر. فيصل خيري تحتيه عادل، عايز يلعب الكوره عند رامادونا، يطلع يقابله، يرجع مره ثانيه، مرمى خالي للنادي الاهلي، عايز يعدي خيري او يلعب الكوره لعادل على الدايره، لكن بيدي فاول مهاجم بورتنار، يلعب الكرة ويحرز الهدف على مهله، ويحرز الهدف ويتقدم ماكبورغ 25-22. لسه كتير، لا نفقد الكرة، اهم حاجة عشان ما يتعملش خطورة. بس حاول عبده، لكن يحرز الهدف، فرق 3 اهداف، ان شاء الله خير، ما نبعدش عنهم، بس لسه كتير نقص العدد، العامل البدني طبعا نقطة مهمة جدا.
25 دقيقة 24 ثانية. خيري عايز يعدي يلعب الكورة في الجناح، يلا يا كاستيلو. لا 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 لا، يتصدى بورتنر. رميتين جزائيتين انفرادين بأربع كرات بثلاث أهداف لمكبر. مرة تانية تمرير خط خلفي، جيسلي كريستيانسون ومار ماجنيسون يلعب الكرة، مانويل عايز يلعب الكرة ماكس نوتشي ياخد الكرة من الجناح ويحرز الهدف. أسطورة عندهم في الجناح الشمال هذا اللاعب ماتيو ساموتشي. 26-22 يلعب الكرة. وجهة نظر يعني حميد عامل مباراة كبيرة قوي، بيلهمهم الحماس بيقول لهم نلعب، يعني جري يجيب الكرة بسرعة. عبد الرحمن يلعب الكرة عند خاري، يلعب الكرة رمضان مرة تانية، عبده يلعب الكرة في الجناح الشمال. عايز يعدي خيري او يلعب على الدار، يلعب كرة حلوة قوي العادل، لكن بورتنار يتصدى الانفرادات وكراتهم. نادي الاهلي عامل مباراة كبيرة قوي 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 النهاردة حقيقة، يعني بيضيع كرات في وقت حاسم جدا. يتصدى على الحارس مرة تانية، يلعب الكرة كريستينسون ومار ماجنسون باك يمين على ايسلندي. كريستينسون عايز يعدي، يعدي يا سلام يا حميد. حميد عامل اداء رائع، عامل اداء رائع، مباراة في حتة تانية يا حميد حقيقي. يلا فيصل يلعب الكرة على الدايرة، ياخد رمية جزائية. نلعب لسه كتير، نلعب كل حاجة ممكن تتغير في ثانية. هيشوط الرمية الجزائية عمر سامي، لا انسى ابدا جزر الفاروق في منتخب الناشئين طبعا مع الفارق للمستويات. يلعب الكرة ويحرز الهدف. 26-23 26-23 عمر سامي، فارق ثلاث اهداف. كل شيء ما فيهوش مستحيل، غلطتين بهدفين نفرق نقرب، الباقي دقيقتين الا ست ثواني. عايز اعدي كريستينسون، بصوا حضراتكم بيروح ليه، بيضيع الوقت، هو بيروح مع الوقت بيضيع الوقت على مهل. تمرير خط خلفي، يرجع مره ثانيه، عايز اعدي يلعب الكره على الدايره ويحرز الهدف. يحرز الهدف من التمريره عمر ماجنسون الايسلندي، يعدي كويس قوي ويدخل ويشوط الكرة، ما يدلوش حاجة. عبد الرحمن فيصل ما يدلوش حاجة في الكرة اللي فاتت، لو جت في العادة عدى كده كويس قوي في الكرة في الحقيقة. يعني الوقت طبعا المتبقي مع التركيز لماك بورجو، لكن وجهة نظر النادي الاهلي عمل مباراة كبيرة كبيرة كبيرة، بطولة كبيرة طبعا، والبطولة بتتلعب بالتحديد اميازها هو اليوم، البطولة تبدأ النهاردة بقوتها. تمرير خط خلفي، ياخد رمية حرة. لو أدي رجل المباراة هديها لحميد، لكن مش في إيدي. يلعب الكرة مرة تانية، ياخد رمية جزائية، هو أميز اللاعبين وجهة نظري هذا اللاعب مانويلا. خالد العواضي في النشاط الرياضي في النادي الاهلي يتابع اللقاء. 27-23 ماتيوس موتشي، عملت مباراه كبيره، عملت مباراه كبيره وكملت على اللي كان معمول حقيقه. 27-23 يشوط الكره قويه قوي، راح لها حماد لكن صعبه الكره، شاط الكره قويه يحرز الهدف لماجدور، يتقدم 28-23. مرة ثانية تمرير آخر الثواني، يلعب الكورة خيري، يعدي ياخد رمية جزائية خيري،
رمية جزائية بينتهي الشوط الثاني ويتبقى الرمية الجزائية 28-23. سيب عم تسمع عدن ماركي بين تريجرز سلموا على طبعا هو بيقول له اصحابه طبعا اكيد لعيبه الدنمارك طبعا دربهم هو في عالم الشباب بالمناسبه. ويحرز الهدف عمر سامو ينتهي اللقاء عمر ب 28-24 لصالح ماك برجر. يتبقى لنا رجل المباراه. رجل المباراه وجهه نظري يعني انا لو في ايدي حديها 100% لحميد لكن